ناحية البحر عشان الدنيا مفتوحة فيها الشباك دي 2007 2008 فأنا جيت اتفكرت منه وشطرته 2014 بعد كمان 6 سنوات وده مش حقيقي طبعا مش حقيقي موضوع بس ما شطرني شطرني قال لي عشان النادي الاهلي مش هكتب قضية مرتضى وعلى فكرة انا كنت حكم قضية اللي كانت الاهلي فأنا بثبت للناس كلها انا عرضت على مجلس الإدارة احنا لغينا قرار شرط ورمضان بس اتفضل لا بننتقل ولا احنا بنخصم على حد وتفضل